اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، حلقه جديده من المجله السياحيه بنتعرف فيها على اخر واهم اخبار السياحه في مصر والعالم من خلال جوله اخبارنا او نشرتنا السياحيه. ايضا بنناقش احد اهم الموضوعات المتعلقه بصناعه السياحه في مصر، وده بيكون من خلال وقفتنا الحواريه نتكلم فيها النهارده تحديدا عن جهود الدوله لدعم وتشجيع الاستثمار السياحي، ده طبعا لتحقيق الهدف وخطه الدوله لجذب 30 مليون سائح في السنوات القريبة المقبلة. وهيكون ضيفنا في الاستوديو أستاذ محمد فتحي عضو غرفة شركات السياحة. كالمعتاد بنبدأ معاكم بفقرة الأخبار وأولا العناوين. وزارة الطيران تصدر بيان إعلامي بشأن ما تم تداوله على منصات وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص مطار القاهرة الدولي، وتعرض لقطات فيديو لخط سير ووصول وسفر الراكب، وتنفي مزعمه بحق مكانة مطار القاهرة والعاملين فيه. وزارة الداخلية تعلن تكاليف حج القرعة وبدء التحصيل غدا، وشركات السياحة تواصل تلقي طلبات الحج. الصين تشهد طفرة سياحية باستقبال نحو 95 مليون سائح بالأربع الثلاثة الأولى من العام الحالي. عناوين إلى التفاصيل والمزيد من الأخبار، وبتتكلم في البداية عن واقعة مطار القاهرة الدولي اللي كان فيها الحقيقة ادعاء بتنفيذ الوزارة. وفقا لبيان لوزارة الطيران المدني، فقد أشارت إلى المقال الذي تم نشره في إحدى المدونات الأجنبية المعنية بالسفر عن تجربة أحد المدونين المسافرين عبر مطار القاهرة الدولي، وقيام بنشر مقال عن المطار يسرد تجربة وصول وسفر من مطار القاهرة يومي العاشر والحادي عشر من نوفمبر. وبناء عليه قد وجه وزير الطيران المدني سامح الحفني بفحص الواقعة لاستبيان مدى صحة ما تم نشره من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، حيث تم رصد خط سير الراكب لحظة بلحظة منذ وصوله إلى المطار في رحلته القادمة من إيطاليا، وحتى مغادرته المطار إلى الفندق، وكذلك في رحلته الثانية في نفس اليوم والتي بدأت من مطار القاهرة متجها إلى مطار أديس أبابا، وذلك حتى يتسنى عرض الحقيقة كاملة في ضوء ما زعم به الراكب من سلبيات قد واجهها خلال تجربة سفره. وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم استقبال أي شكوى من الراكب خلال فترة وجوده بالمطار، مشيرة إلى أنه لمزيد من المصداقية والشفافية والوضوح تم عرض لقطات فيديو لخط سير ووصول وسفر الراكب تنفي مزاعمه بحق ومكانة مطار القاهرة الدولي والعاملين فيه. آخر تفاصيل موسم الحج هذا العام، أعلنت وزارة الداخلية تكاليف حج القرعة، كذلك المستندات والإجراءات المطلوبة من الفائزين والتعليمات التي يجب اتباعها أثناء أداء فريضة الحج، وأوضحت أن التكلفة بتبلغ من 220 ألف، وأيضا بتتراوح ما بين 220 ألف و 300 ألف جنيه. وأوضحت الوزارة أنه سيتم بدء تحصيل تكاليف حج القرعة كاملة بكافة فروع البنوك الوطنية ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصرية على مستوى الجمهورية اعتبارا من الغد السبت وحتى يوم الأحد الموافق 22 من ديسمبر المقبل. ولفتت الوزارة إلى أن السداد سيكون لكامل قيمة تكاليف الحج بدون تذكرة السفر بالطائرة، وجاري تحديدها عقب إعلان الشركة القابضة لمصر للطيران عن السعر النهائي لتذكرة السفر. يتم السداد لكل فائز في القرعة على حدة.
من أخبار السياحة والسفر حول العالم بروح للصين. أعلنت وزارة الثقافة والسياحة الصينية عن زيادة كبيرة في السياحة الوافدة للصين، وبلغ إجمالي عدد سياح للصين حوالي 95 مليون سائح خلال الأربع الثلاثة الأولى من عام 2024، ما سجل زيادة بنسبة 78.8% على أساس سنوي. وأولت الحكومة الصينية خلال السنوات الأخيرة أهمية كبيرة لتعزيز السياحة الوافدة من خلال اتخاذها تدابير سياسية منسقة، بما فيها تنفيذ سياسات الإعفاء من التأشيرات لمواطني 29 دولة من بينها الإمارات وقطر. نرجع لأخبار السياحة في مصر مرة أخرى، ونتكلم تحديدا عن الكشوف الأثرية، حيث قامت البعثة الأثرية المكسيكية بالأقصر لانتهاء من أعمال الترميم بمقبرة تيتي بعد انتهاء مشروع ترميمها بالكامل. وبيعد المشروع الذي استغرق العمل فيه في 19 عام في المنطقة التاريخية بالبر الغربي بالأقصر شاهد على التعاون الدولي الذي يصب في مصلحة التراث الثقافي. خلينا نتابع تفاصيل أكثر في التقرير اللي جاي. 19 عاما استغرقتها أعمال مشروع الترميم والتوثيق والتسجيل لهذه المقبرة الفرعونية التي توجد بمنطقة الخوخة بالبر الغربي بالأقصر. المقبرة تيتي 39 للكاهن بو إمرع، الذي شغل منصب الكاهن الثاني للإله آمون أثناء حكم الملكة حتشبسوت والملك تحتمس الثاني. وفي هذا المؤتمر الصحفي تم الإعلان عن افتتاح المقبرة التي قامت على أعمال ترميمها البعثة الأثرية المكسيكية. المؤتمر بخصوص انتهاء أعمال الترميم الخاص بالمقبرة والاستعداد لفتحها للزائرين ان شاء الله في القريب العاجل. المقبره من الدوله الحديثه من الكاهن السامي لامون، حكم تحت فتره حكم الملك تحتمس الثالث، وحمل حوالي 16 لقب تحت حكم الملكه حتشبسوت. المقبره تتميز بانها لها فناء مستطيل وتفتح على تراث مقاصير. مشروع ترميم المقبره يعد شاهدا على التعاون الدولي الذي يصب في مصلحه التراث الثقافي، حيث تعد المقبره تيتي 39 رمزا مهما من رموز الفن المعماري والجنائزي الذي يميز مقابر النبلاء المصريين من الأسرة 18 التي يرجع تاريخها ل 1500 عام قبل الميلاد. هذه المقبرة تعتبر يعني مقبرة أنا شفتها من 5 سنين كانت في حالة سيئة جدا، ولا يمكن أن هي ترمم بهذا الشكل. لكن البعثة المكسيكية برئاسة جابرييلا اللي اشتغلت في هذه المقبرة، والحقيقة عملوا مجهود جبار جدا في ترميم المناظر والنقوش داخل المقبرة، وأنا بعتبر أن ده يعني عمل عظيم جدا بيبين إزاي أن أهم حاجة لازم نعملها وترميم الآثار. المقبرة منحوتة في طبقة صخرية من الحجر الجيري، طولها يقارب 16 مترا ونصف المتر، وعرضها يصل إلى 12 مترا، أما ارتفاعها فيصل لحوالي 30 مترا و80 سنتيمتر. وطوال فترة ترميمها استطاع فريق العمل ترميم قطع أثرية فريدة ذات أهمية تاريخية بالغة. هذه المقبرة تمتاز بوجهتها التي تشبه الصروح، صروح المعابد، ونقشت عليها أبواب وهمية مع ألقاب الألقاب التي نالها صاحب المقبرة، وأهم لقب ناله صاحب المقبرة بو إمرع هو الكاهن الثاني للمعبود آمون. ترميم مقبرة تيتي 39 يعد مثالا على التعاون الدولي الذي يصب في مصلحة التراث الثقافي، وتظل شاهدة على تفرد الفن في مصر القديمة، وتمثل إسهاما في فهم التاريخ المصري القديم. سوزان مصطفى، النيل للأخبار. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بشرى للراغبين بحج بيت الله الحرام. شركة كويك إير للسياحة تواصل قبول طلبات رحلات الحج مع تنفيذ برامج متعددة. بادر بحجز رحلتك لأداء فريضة الحج لضمان راحتك طوال الرحلة من خلال مناسك متميزة بالمشاعر المقدسة.
للحجز أو الاستفسار اتصل على الخط الساخن 19102. حجك معانا أمان ومضمون، خير رفيق إلى البيت العتيق، بادر بحجز مكانك في الحج السياحي. استمتع بتجربة روحانية لا تنسى مع خدماتنا المتميزة من بيتك لبيت الرحمن. احجز الآن لضمان مكانك في رحلة الحج. تانية مشاهدينا، بنتكلم عن دعم وتشجيع الاستثمار السياحي وجهود الدولة في هذا الاتجاه. احنا طبعا ملاحظين انه في توجيهات من القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بهذا الملف، ملف السياحة بشكل عام، لانه طبعا احد اهم روافد الدخل القومي لمصر، وكمان بيساهم بشكل كبير جدا في يعني القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب وطبعا مختلف الفئات. الحقيقة الهدف ان احنا يكون عندنا 30 مليون سائح في السنوات الخمس المقبلة، في امامه تحدي واضح جدا وهو زيادة ومضاعفة عدد الغرف الفندقية الموجودة حاليا، بنتكلم عن 220 الف غرفة، وبنحتاج ان احنا نضاعف العدد ده لانه الحقيقة العدد الحالي بيكفي فقط لاستيعاب 17 مليون سائح. فلما نتكلم عن 30 مليون اكيد ده معناه مزيد من المنشآت الفندقية، مزيد من الغرف الفندقية، ما يعني استثمار في قطاع السياحة وفي هذا الاتجاه. خلينا نتكلم عن هذه التوجهات وجهود الدولة لتحقيق استثمار سياحي على أرض الواقع بأفضل صورة ممكنة وتدليل كافة العقبات أمام المستثمرين السياحيين. كل ده نتكلم عنه بالتفصيل مع ضيفنا اللي مشرفنا فيه الاستوديو، أستاذ محمد فتحي، عضو غرفة شركات السياحة. أهلا بحضرتك معنا أستاذ محمد. خلينا في البداية نتكلم عن الاستثمار السياحي في مصر في الفترة الأخيرة، حضرتك شايفه إزاي، خصوصا أن في مشروعات كبيرة سياحية سواء مستثمرين محليين أو مستثمرين أجانب بالفعل ابتدينا نشوفها على أرض الواقع، يمكن في أشهر الصيف الماضي كانت واضحة بقوة. إزاي ده كمان هيساهم في مواجهة هذا التحدي مضاعفة الغرف الفندقية؟ هو الأول طبعا الاستثمار السياحي، احنا بنقول السياحي مش الفندقي، يعني السياحة ليها مجموعة عناصر. لو أنا عندي كل القوض اللي أنا محتاجها وما عنديش بقية المكونات مش هقدر أحقق دوت. يعني أنا مع كامل احترامي لزيادة عدد الغرف السياحية المطلوبة، في إحصائيات في وزارة السياحة وفي مجلس الوزراء بتقول إن هامش استخدام القوض الحالية على متوسط ال 15 سنة اللي فاتوا 52%، وفترات الذروة 65%، يعني ما زال عندنا عدد غرف لم يستخدم. طيب احنا عايزين نزود جزء منه، ان انا الطيران اللي هيجيب الناس، الانفراستراكشر اللي هتستقل الطرق والنقل والطيران والعمالة وكل دوت، انا هجيب 30 مليون سائح. طبعا ده حلم بالنسبة لنا ونتمناه، لكن انا هجيب العدد ده كله عشان اقدر اخدمه، ولا يجي ويعمل لي سمعه وحشه ويمشي. انا محتاج نقل، محتاج مطارات، الطاقه الاستيعابيه بتاعه المطارات ما تستحملش 30 مليون سائح. الطاقه الاستيعابيه لاسطول النقل السياحي في مصر عايز يتضاعف 3-4 مرات. طيران منخفض التكاليف مش موجود، وده احد وسائل مهمه جدا عشان اجيب سائح. الخدمات اللي حوالين الفندق، ما هو السايح انا مش جاي اقعده جوه فندق، هيجي يقعد في فندق محتاج مجموعه خدمات. فالاستثمار السياحي لازم يكون افقي مش راسي، السايح جاي عمل زيارات او قعد جوه الفندق، بالليل عايز يخرج، بالليل عايز يعمل، ليه طلبات. تاني حاجه، في فكره عاملاها الدوله دلوقتي فكره ممتازه اللي هي الميجا بروجكت، ودي اللي بتقوم بديستنيشن زي راس الحكمة، زي كذا زي كذا، دي مشروعات كبيرة محتاجة استثمارات كبيرة، والدولة مشكورة ساهمت فيها كويس قوي. طيب النهاردة عندنا مبادرات الاستثمار، فين الاس ام ايز،
فين السمول والميكرو والميديوم اللي هو هيخدم، ودوت اللي هيعمل يعني نهاردة المشروعات الصغيرة اللي بتخدم على السائح لما بيخرج بره الفندق دي مشروعات صغيرة، مستثمر صغير وصغير جدا كمان، في صغير جدا وفي صغير وفي متوسط، ودول اللي هيشغلوا عمالة، دول اللي هيبقوا ظهير حامي للسياحة، وخاصة مشروعات الصغيرة ديت، مشروعات الصغيرة ديت بتشغل عامل او اتنين، تكلفة فرصة العمل في المشروعات الصغيرة اقل بكتير من تكلفة فرصة العمل في الفنادق. لو فكرنا بالشكل دوت بعد كده احنا هنستثمر في ديستنيشنز، يعني عندنا اماكن مكتفية واماكن تانية فيها نقص شديد. طيب استاذ محمد، خلينا يعني نرجع عند كلمه حضرتك بدات بيها انه اساسا الطاقه الفندقيه اللي موجوده في مصر مش مستغله بالقدر الكافي، حضرتك قلت نسبه 52% بس، طب حابين نعرف ايه الاسباب وازاي نقدر نستغل الموجود حتى بافضل قدر. اقول لحضرتك 220 الف غرفه اللي موجودين معظمهم في محافظه البحر الاحمر وجنوب سيناء. ليه؟ النهاردة أنا لما بعمل استراتيجية أو خطة للاستثمار السياحي لازم أحط في اعتباري أن أنا عندي سايح 5 نجوم و4 نجوم و3 نجوم، بشوف الخريطة اللي موجودة بتحقق إيه من دوت، لدرجة النهاردة معلش لما كلنا بنعمل 5 نجوم بقت المنافسة على السعر، بقت المنافسة على السعر، ودي مشكلة في السياحة الشاطئية. مع أني في بعض مشروعات موجودة في البحر الأحمر وسياحة شاطئية وبتبيع غالي جدا لأنها اهتمت بالجودة واهتمت بالتجربة السياحية بتاعت السائح. الحلم مش وحش، بالعكس من لو بطلنا نحلم نموت، 30 مليون من حقنا لأنه احنا نستاهل أكتر، بس لازم نبقى واقعيين نشوف احنا عندنا ايه ونقدر نحققه وبنقارن نفسينا بإيه، وعندنا بعض مشكلات صغيرة جدا حتى مش محتاجة استثمار، محتاجة بس أشوفها إزاي، دي لو تم إزالتها هتحسن تجربة سايح وتسهل عليه. زي إيه يا أستاذ محمد حضرتك؟ لا حاجات كتير، يعني إحنا من زمان بنشتكي مثلا في الأماكن الأثرية الخدمات مش عارف إيه الكلام ده قرار المحلات والبياعين اللي حوالين الأماكن السياحية، ده قرار بسيط. حرية السائح في التنقل، أنا عارف إن إحنا في منطقة سخنة ومصر حظها جيوسياسي كمان متأثرة ولازم نهتم بالأمن، بس الأمن ما يوصلش إنه يخلي السائح محدود الحركة. طيب نرجع نتكلم عن الاستثمار السياحي، خصوصا انه في بالفعل خطوات يعني على الارض تابعناها في الشهور الاخيره، اضافه مشاريع سياحيه ضخمه، يمكن كمان بنتكلم تحديدا عن مقاصد سياحيه ما كانتش موجوده بوضوح في مصر قبل كده، منطقه الساحل الشمالي وبنستهدف انها تجتذب يعني نسبه كبيره من الزائرين، وده على مدار العام مش بس اشهر الصيف، وزي ما كانت بتعتبر انها يعني سياحه داخليه وانها مصيف بس للمصريين. يعني المشروعات دي شايفها ازاي بتضيف لقطاع السياحه؟ مؤكد بتضيف وبتسحب من العدد اللي موجود. يعني هدي مثال، الساحل الشمالي اللي شغاله مش انه فنادق، الفعاليات اللي حصلت فيه الفعاليات مهمه، السائح جاي يعيش كحياه مش جاي يقعد جوه اوضه. فالنهارده القاهره مثلا وفي الصيف كان ليها تارجت من السائح، الساحل العربي معظم الامور كويس كده، هل الساحل الشمالي ليه استقطب جزء من سياحه القاهره؟ ليه القاهره اللي كانت بتعمل مثلا 1000 جيست 1000 سائح السنه دي عملت 400 و600 راحوا الساحل؟ انا لازم اخلي القاهره تعمل ال1000 والساحل يعمل ال1000، ازاي؟ ان انا ادي ده زخم وادي له طابع معين عشان السائح يعمل ايه؟ يروح الساحل مره عشان الفعاليات، والسنه الجايه يجي القاهره عشان جمال القاهره، واللي بعديها بس طبيعه السائح اللي هتروح الساحل غير اللي هتيجي القاهره، يعني هو هنا بنقدم منتجات سياحيه مختلفه في المقاصد السياحيه. اقول لحضرتك على حاجه، الساحل كمنتج سياحي جديد وبيتش، الناس الخواجات مش العرب بدا يبقى في ديماند على الساحل. ليه؟
فكرة جديدة، موضوع جديد، عايز يجرب. فهيجي يجرب، هيشوف حاجة جميلة مقارنة أنه كان متعود يجي البحر الأحمر. راح هنا لقى هايلايتس أعلى، فبدأ يطلب. أنا مش عايز أقول لحضرتك إن معظم الدول اللي بتصدر لنا سياحة بدأت تتكلم على الساحل وبدأت تطلب الساحل بدرجات متفاوتة. طبعا عشان الساحل لظروف معينة، أسعاره بشكل معين مش محقق ده من الأجانب اللي هم غير العرب، لكن استقطب ده. ودل على كده ان في شارترز بتنزل من دول كتيرة على الساحل الشمالي. يعني واضح ان الترويج للساحل الشمالي من خلال يعني وسائل الترويج المعتادة، وايضا الفعاليات ليها مردود واضح طبعا زي ما حضرتك. لكن ما نقولش حاجة مهمة، هو ايدنتيتي. يعني النهاردة الساحل بعمله شخصية، ما يسحبش من القاهرة، ما يسحبش من البحر الأحمر. تمام، هنستكمل كلامنا أستاذ محمد بعد ما نروح لهذا الفاصل القصير. القمة استمتع بتجربة روحانية لا تنسى مع خدماتنا المتميزة من بيتك لبيت الرحمن. احجز الآن لضمان مكانك في رحلة الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بشرى للراغبين بحج بيت الله الحرام. شركة كويك إير للسياحة تواصل قبول طلبات رحلة الحج مع تنفيذ برامج متعددة. بادر بحجز رحلتك لأداء فريضة الحج لضمان راحتك طوال الرحلة من خلال مناسك متميزة بالمشاعر المقدسة. للحجز أو الاستفسار اتصل على الخط الساخن 19102. مرة تانية لسه معانا أستاذ محمد فتحي وبنستكمل كلامنا. أستاذ محمد، يعني وإحنا بنتكلم عن الاستثمار السياحي، حضرتك يمكن قبل ما نرجع تاني نستكمل الحوار، حضرتك كنت بتتكلم عن أنه المستثمر السياحي في مصر مطلوب منه إيه؟ بالضبط. إحنا لازم، إحنا أصحاب المشروع، إحنا الأصل، عندنا خريطة واضحة إحنا محتاجين نستثمر في إيه، وبنقدم مشروعات مختلفة عشان تكمل الدائرة. فبنعرض على في، لازم يبقى في خريطة واضحة المستثمر يدخل عليها يعرف مصر عايزة ايه. ده عايزة ملاهي هنا، عايزة هنا حاجات كذا، عايزة هنا فندق 5 نجوم، عايزة فندق 7 نجوم. لازم الاول انا احدد طلباتي للاستثمار بيزد على احتياجاتي. وعايز فنادق 3 نجوم، وعايز فنادق 200، وعايز مطاعم، عايز. ده خريطة الاستثمار، يبقى في بوابة انا كدولة محدد انا محتاج ايه. مش اللي يجي يقول لي انا هعمل 5 نجوم ولا انا مش همشي على هوا السايح. الدول بره ماشيه كده، انا بقول انا محتاج 30 فندق 5 نجوم، 20 فندق نجمتين، كذا كذا، ملاهي، بالون. دي مجالات الاستثمار اللي هتخدم على القسم. انا كمستثمر بدخل على الخريطه بشوف الدوله دي عندها ايه. دي نمره واحد، وهل مجالي ولا مش مجالي. نمره اتنين، لما هاجي بقى استثمر، اجراءات تخليص ورقي، يعني فكره الشباك الواحد اللي الدوله بتتكلم فيها دي مهمه جدا. اجراءات ان تبقى الاستثمار تابع لجهه واحده، ما يجيش المستثمر يلف على كل الجهات ديت. وزاره السياحه بتحاول تعمل كده دلوقتي، واخده بالك؟ بس ما صحيح. بس يبقى افوردبل، قابل للتنفيذ، واخده بال حضرتك؟ فانا الاول، انا صاحب البلد، بقول والله ادي الحته الجديده بتاعتي او المنطقه اللي انا مستثمر، اللي انا عايز فيها استثمارات. انا محتاج كذا، محتاج كذا، محتاج كذا. طيب من واقع خبره حضرتك طبعا استاذ محمد في مجال السياحه لسنوات طويله، يعني الاستثمار السياحي في مصر دلوقتي محتاجينه يتجه فين بدايه؟ لو بنتكلم على زياده غرف فندقيه، انشطه ترفيهيه زي ما حضرتك ذكرت على سبيل المثال، محتاجين نركز فين؟ او في اماكن في مصر مقاطع سياحيه مش واخده حظها الكافي من الاستثمار ده؟ حضرتك عندك 27 محافظة ب27 دولة، يعني كل محافظة ليها الطابع الخاص بيها وليها شكلها وتناسب نمط معين من أنماط السياحة. فالنهاردة احنا اشتغلنا على 3 مناطق، أبر إيجيبت، الصعيد، الأقصر وأسوان وكذا، والبحر الأحمر وجنوب سيناء، دول وضفنا الساحل الشمالي. ده كويس جدا. النهاردة ما هو قائم في البحر الأحمر؟
بشوف انا عندي الكفاءه الكباستي مليانه، الاوض دي بتتملي 100% 90% ولا لا. لو لا هوقف بنا في البحر الاحمر واشوف ايه الحاجات الجاذبه. هل المطار في البحر الاحمر القوه بتاعته تستحمل عدد الناس ديت؟ انا عايز اقول لسيادتك على حاجه، السوق الحره في دبي عامله 6 مليار دولار، المطار الهب بتاع المطار، لما دول ما مش هقول اسمها عنده مطار بتطلع الطياره في 32 ثانيه، يعني في حركه طياره كل 32 ثانيه، وعامل من كل العالم. عارف هو عايز ايه من السائح ده؟ عايز السائح ده بس ينزل ياخد واحد قهوه وسندوتش. لو بينزل مليون سائح، مليون واحد في اليوم في كباسه المطار، وخدت منه $5 بس فرق شاي وقهوه، انا عملت 5 مليون دولار. في دول شغاله كده. السوق الحره في دبي عامله 6 مليار دولار، حركه سوق حره بس. طب ازاي في مصر نستفيد من تجارب الاسواق السياحيه المنافسه؟ هو ده الكلام. احنا مش هنخترع العجل، احنا لازم نشوف. اولا نبص عندنا الاول قبل ما اخاطب الاخر وابقى واقعي مع نفسي، انا ايه المعوقات البسيطه اللي عندي واحلها. وفي حاجات زي ما قلت لحضرتك مش محتاجه فلوس، محتاجه قرار واراده، بحلها. وبعد كده بعمل خريطه كويسه قوي انا محتاج ايه، وبراجع التشريعات بتاعتي. ما هي الاول خريطه، وبعد كده بشوف التشريعات اللي تخدم على تنفيذ هذه الخريطه، وبعد كده بعرض نفسي للاستثمار سواء محلي او دولي. المستثمر راس المال جبان، راس المال جاي عشان يكسب، اذا ما لقاش الحته ديت مش هيجي. وكمان اشجع المستثمر المصري، بلاش المستثمر الكبير بس، المستثمر الصغير والصغير قوي والمتوسط. ليه؟ هو ده اللي هيحمي الشغلانه. يعني الخواجه يعني خلينا هنا برضو نشير استاذ محمد ان في مبادرات لدعم قطاع السياحه، يعني كنا بنتكلم عن 50 مليار على مدار 5 سنوات، ودي مبادره الحقيقه كانت من اشهر تم الاعلان عنها، وتم يعني خطوات فيها على ارض الواقع شايفينها، ودي يمكن بتستهدف اكتر المستثمرين الاصغر زي ما حضرتك ذكرت، وحتى اصحاب الفنادق المتعثره او المشروعات المتعثره في قطاع السياحه. ال 50 مليار دولار، 50 مليون مليار جنيه، هم مليار دولار بس نحطهم في وزنهم الحقيقي. المليار دولار دولت يبنوا كام اوضه، لو هنبني بيهم كام اوضه، او هيساعدوا كام واحد، لان الكبير عايز مبلغ كبير. لكن تخيلي ال 50 مليار دولت اتقسموا على مليون او 2 او 5 مليون جنيه يعملوا كام مشروع صغير. تاني حاجه، الناس المستثمرين حاليا ليه ما فيش اقبال على المبادره دي؟ ما سالتيش نفس حضرتك. هو الحقيقه عليها اقبال لغايه دلوقتي، انه في عدد كبير مقدم على المبادره، وبتستهدف في الاساس انها يعني تحل مشاكل اصحاب المشروعات المتعثره والفنادق اللي فيها تعثر، ويمكن كانت واقفه لسنوات، انها تعاد مره اخرى ويتم استغلال الطاقه الاستيعابيه الخاصه. مش هدل بدلوي في النقطه ديت، لان انا مش من المستثمرين الكبار فما افهمش الموضوع. انا بتكلم على ارض الواقع، يعني انا على ارض الواقع. انت عارفه حضرتك القاهره، احنا في القاهره، هاتيلي الاوبشنز بتاعه المطاعم والمأكولات والمشروبات اللي ممكن السائح يحتك بيها. ده مستثمر صغير. عارفة الجيلاتي في إيطاليا بيعمل كام فلوس في السنة في موسم الصيف؟ مليار يورو. صناعة الجيلاتي للسياح بيعمل مليار يورو. طب دوركم هنا كقطاع خاص أستاذ محمد في تقديم مقترحات لمزيد من تنشيط ودفع قطاع السياحة إلى الأمام. والله بص، الدولة مشكورة الحقيقة، أنا كنتش عايز أتكلم عن الموضوع دوت. الدولة مشكورة الحقيقة ممثلة في مجلس الوزراء ومجلس دعم اتخاذ القرار، عملوا حاجة اليومين اللي فاتوا وأنا دعيت فيها لكذا مناقشة، إن هم ما فكروش لوحديهم، جابوا أهل الصناعة وجابوا الأكاديمية وهم صحيح، وعملوا ورش عمل. وأنا أعتقد إن في دراسة جادة جدا دلوقتي بتتعمل، هتتعرض على دولة رئيس الوزراء من خلال مجلس دعم اتخاذ القرار، اتناقش فيها كل التفاصيل. انا مش من حق اتكلم عنها، لكن ده بس لازم ندي لكل ذي حق حقه. لما تكون الدوله ممثله في مجلس الوزراء ان هو الهيد
صحيح. لما يفكر بالطريقه ده ويجمع الناس على مدار فترات، والدكاتره اللي موجودين في دعم اتخاذ القرار ناس اقتصاديين وناس فاهمين. فحاليا في دراسه قويه بتتعمل، اتمنى انها لما تنقل مش يؤخذ بها، يؤخذ بما يرى انه مفيد. اكيد يعني هي جهود مختلفه ومتكامله كلها اكيد لدعم قطاع السياحه في الفتره القادمه. وحتى كلامي انا دلوقتي كلامي هو ليه هدف. اكيد يعني احنا لازم طبعا يؤخذ بخبره قطاع السياحه، وطبعا حضرتك عندك خبره كبيره في هذا المجال. ان احنا ربنا يكرم مصر في سياحتها. انت متخيله سعادتك السياحه ممكن تشيل اقتصاد مصر كله؟ اكيد، وده بالفعل اللي بيحرك جهود الدوله والحكومه في الفتره الاخيره. يعني تبقى نمره واحد واثنين وثلاثه. صحيح. استاذ محمد فتحي عضو غرفه شركات السياحه، شرفتنا يا فندم، شكرا جزيلا لوجود حضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. مشاهدينا بكده انتهت حلقتنا النهارده، بنشكركم ايضا على المتابعه، والاسبوع القادم بيتجدد اللقاء.